وعقب ذلك كان لرئيس المجلس الملكي سيد خليهنا لقاء آخر مع السفير البرتغالي بالمغرب سيد جواو روزالا. اللقاء كان فرصة لمناقشة الحكم الذاتي، وقد صرح السيد السفير أن بلده تدعم حلا سلميا ديمقراطيا لقضية الصحراء، حلا مقبولا من جميع الأطراف وفي إطار الأمم المتحدة. أريد أن أعرف معطيات حول مقترح الحكم الذاتي والحديث مع رئيسي وأعضاء المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية. بعد أيام سيناقش مجلس الأمن تقريره حول ملف الصحراء. وتبقى أنشطة المجلس الملكي الاستشاري ولقاءاته جزءا من مسيرة دبلوماسية تؤكد عزم المغرب وإصراره على حل قضية الصحراء.